المجيد، وهذا لا يعني تجاهل خصوصيات ومواقف كل حزب في قضايا أخرى خاصة به. نتطلع جميعا إلى تعزيز الجبهة الداخلية للبلاد في ظرف دولي وإقليمي متأزم وفي أوضاع غير مستقرة تحيط ببلادنا من كل الجبهات، وضمن مساعي خبيثة من بعض الأطراف لإسكات صوت الجزائر الصداح في المحافل الدولية، ولا سيما على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. إسكات هذا الصوت الذي يعتبرونه نشازا في ظل أوضاع التردي والهرولة والتطبيع، لكن صوت الجزائر هو صوت المستضعفين، صوت الشعوب التي ما تزال ترزخ تحت نير الاستعمار، سواء في فلسطين أو الصحراء الغربية. إن تحالفنا اليوم ليس ظرفيا متعلقا بالاستحقاق الرئاسي، بل يمكن أن يمتد إلى بعد ذلك لاتخاذ مواقف في شتى المجالات السياسية القانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ولا يهدف أساسا لإقصاء أي طرف، بل هو يتكامل مع مواقف الفعاليات السياسية والاجتماعية الأخرى تعمل من جهتها ضمن رؤيتها لبناء جزائر جديدة قادرة على مواجهة الأوضاع المستجدة على الساحة السياسية والدولية. أيتها الإخوة، نسعى إلى أن نجعل من تكتلنا هذا قاعدة صلبة تقدم من خلالها مبادرات واقتراحات من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا. وسنعمل على تكثيف الاتصالات خلال المرحلة القادمة لنساهم جميعا في التحضير الجيد للعرس الديمقراطي المرتقب في 7 سبتمبر من خلال قيادة الحملة الانتخابية، انطلاقا من جمع الاستمارات إلى تنظيم المهرجانات والتجمعات واللقاءات إلى المساهمات الإعلامية ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية إلى مراقبة العملية الانتخابية. فكل مراحل العملية الانتخابية تتطلب منا التشاور والتعاون وتوزيع الأدوار حتى يساهم كل حزب بما يملك من قدرات بشرية ومادية في إنجاح العملية. أيتها الإخوة، سيكون دورنا فعالاً في التجنيد الشعبي وحث المواطنين على ممارسة حقهم في التصويت الحر والديمقراطي من خلال هياكلنا الحزبية القاعدية ومن خلال إطاراتها المنتشرة في المجالس الشعبية الوطنية والولائية والبلدية. نعمل على أن نؤسس لعمل سياسي جاد أساسه الاحترام المتبادل بين الأحزاب والمنافسة الشريفة في الاستحقاقات الوطنية والمحلية القادمة على أساس البرامج والأفكار. يعمل حزبنا وبالتنسيق معكم على أن يكون هناك ميثاق بين الأحزاب يكون منطلقه وأخلاقه العمل السياسي في إطار مسعى مشترك يهدف إلى بناء دولة الحق والقانون. إن التاريخ الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة يحملنا كأحزاب رائدة على الساحة السياسية باعتبارها أكثر الأحزاب تواجداً ميدانياً مسؤولية ثقيلة في إنجاح هذا الاستحقاق، ولا بد أن نتحملها بكل اقتدار حتى نبرهن للجميع أن أحزابنا بما نملكه من رصيد شعبي ملتف حول البرامج الوطنية الكبرى وحول جيشنا الوطني الشعبي حامي الوطن ومختلف وحول مصالح الأمن المختلفة، وترمي في أهدافها إلى تعزيز استقرار البلاد ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي عرفتها البلاد في الأعوام الأخيرة، وبالوتيرة نفسها أو أفضل منها خدمة لمصالح الشعب الجزائري. إن تحالفنا هذا
أو تكتلنا يمكن أن تجعلوا له اسما أو شعارا من خلال النقاش الذي سيدور بينكم، وسيكون بإذن الله لبنة أساسية في بناء الجزائر قادرة على مواجهة التحديات والأزمات، كما يمكنكم تشكيل مكتب يضم رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا يعمل على إدارة الجلسات والتحضير المادي لها لإنجاحها. يعقد هذا اللقاء لتنصيب لجنة مشتركة بين قيادة أحزاب الأغلبية البرلمانية المساندة للعمل الحكومي برئاسة الوزير الأول وفق رؤية دستور نوفمبر 2020. الجبهة السياسية وعمل المؤسسات والتفاعل مع المواعيد الهامة، لا سيما المؤسسات المنتخبة، ووضع القواعد القانونية في إطار تفعيل المنح الجديد والأداء الحزبي في مسايرة الإصلاحات ودعم الاستقرار والتنمية وتعزيز المواقف الخالدة للجزائر على جميع الأصعدة في ظل الراهن الدولي الإقليمي والدولي. دستور 2020 نص على مخرجات قد تكون أغلبية رئاسية أو أغلبية برلمانية. الأحزاب الأربعة توجهت إلى تشكيل أغلبية رئاسية على ضوء هذا الدستور، تجربة جديدة رائدة يحق لها التقييم والحديث عن أهم الإيجابيات، ومنها السند السياسي والأداء خلال هذه المرحلة. هذا اللقاء يدخل ضمن التقييم السياسي السليم بين قادة الأحزاب والتنسيق الجيد والمشترك لها لتفعيل ما هو متاح خدمة للوطن ومصالحه العليا، ونقف على أي نقائص أو سلبيات من أجل أن نتجاوزها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مشاهدينا، كانت هذه الندوة الصحفية التي عقدها